أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات خاصة بسر مسحة المرضى مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقسي بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية ضمن حلقات برنامجكم طقس ومعنى. أذكركم أعزائي المشاهدين، في الحلقات السبعة الماضية كان في ثلاث حلقات عن مفاهيم خاصة حول السر، بعد كده كان ثلاث حلقات في الصلوة الأولى من سر مسحة المرضى، والحلقة الأخيرة اللي هي السابعة اللي قبل ديت على طول كانت في الصلوة الثانية من سر مسحة المرضى. النهاردة معدنا مع الحلقة الثامنة والحلقة الثانية في الصلوة الثانية من سر مسحة المرضى، وإحنا على اشتياق إن إحنا نسمع كلمات النعمة اللي بنستفاد بيها في كل حلقة من نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين. اهلا بنيافتك يا سيد. اهلا بقدسك يا ابونا، اهلا وسهلا. كلنا اشتياقات للمعرفه الروحيه والفكريه ايضا، ناخد بركه. استاذن نيافتك سيدنا، بس قبل ما نبتدي في السلسله بتاعتنا في سير مسحه المرضى، واحنا كنا وقفنا لحد الطلبه الاخيره في الصلبه الثانيه. كل سنه ونيافتك طيب. عيد الميروز هيكون باذن الله يوم الاربعاء والعشيه يوم الثلاث. ليا كده ثلاث اسئله في عيد الميروز عشان اعزائنا المشاهدين يشاركونا ونكون مع الأحداث بتاعت الكنيسة قبل ما نبتدي الحلقة بتاعتنا. تفضل. السؤال الأولين سيدنا، ليه الكنيسة بتصوم لا تصوم صوم انقطاعي في الفترة من بداية السنة القبطية لحد عيد الصليب، وتصلي أيضا الكنيسة في هذا الوقت بالطريقة الفريحي؟ هو الحقيقة علشان الناس ما تفتكرش أن الاستشهاد شيء محزن، جعلت الكنيسة السنة القبطية اللي هي سنة الشهداء تبدأ بالفرح، وعملت ثلاث حاجات حلوين قوي. أول حاجة ما خلتش عيد النيروز يوم فترة، لكن خلته 19 يوم. ليه بقى؟ مع أن كلمة نيروز يعني اليوم الجديد، كلمة فارسية ومعروفة في إيران لغاية دلوقتي، وساعات يسموها نيو روز يعني الزهرة الجديدة. أيوة. سنة زهرة جديدة يعني. ده كان السؤال الثاني بقى، اللي هي يعني ايه كلمة نيروز؟ أيوة. فرغم ان كلمة نيروز معناها اليوم الجديد، لكن الكنيسة ربطت عيد النيروز بعيد الصليب. 19 توت بالضبط، من 1 توت ل 19 توت. ولأن الصليب مؤلم جدا لكن مفرح جدا بالخلاص، والست العذراء قالت كده، قالت ان احشائها تلتهب عند النظر الى صلبوت ربنا يسوع، لكن فرح العالم كله بالخلاص. فكما ان الصليب مفرح، هكذا حمل الصليب في الاستشهاد مفرح، فربطت النيروز بالصليب وخلته فرح. إذن الاستشهاد مش محزن، بدليل إن كان الناس بيسعوا إليه ويلبسوا لباس العرس، ودي النقطة الثانية إنها ربطته بفكرة العرس، إنه استشهاد عروس بتفدي عريسها لأنه عريسها فداه. فالشهداء يمثلوا الكنيسة اللي أحبوا المسيح حتى الدم حتى الموت، زي ما هو حبنا حتى الدم حتى الموت، قمة الحب بالظبط. تالت حاجة بقى منعت الصوم. ليه؟ لأن الصوم نوع من الجهاد، والاستشهاد بيوصل إلى فرح أبدي. هنا بقى بنتكلم عن نتيجة الجهاد مش وقت الجهاد، يعني بنعيش طول السنة في جهاد، كنيسة بقى تورينا نتائج الجهاد. فتعيشنا بعض أيام في السنة اللي هي الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، وأعياد الصليب، عيد النيروز، كل الأعياد اللي بنحتفل بيها ونفرح بنتيجة الجهاد. جميل قوي إن الكنيسة بتحس بولادها فتقوم تشجعهم على الجهاد بأنها توريهم نتائج الجهاد، الفرح والتعزية، وإن الإنسان يبقى مكلل
بأكاليل سماوية، فرحان بالأبدية. فالكنيسة بتكشف عن عينينا نتائج جهاد الاستشهاد في أبدية سعيدة. يعني كده الكنيسة استنت لحد يوم 17 اللي هو 17-18 توت 19 توت اللي هو عيد ظهور الصليب، عشان تخلي الفترة دي عشان تخلي للربط بين نيروز مرتبط بالصليب. يعني 16 يوم نيروز وثلاث أيام ظهور الصليب لقسطنطين الملك، دم الشهداء ودم السيد المسيح. بالظبط. طب يا سيدنا، في عشية النيروز تقليد الكنيسة ان هي بتزف صور او ايقونات الشهداء وايضا الرفات بتاعهم، لماذا؟ احنا بنكرم الشهداء والقديسين بثلاث حاجات. اول حاجة الزفة، وده موكب النصرة، ان دول مشيوا في موكب النصرة اللي رايح للأبدية، رايح السماء. وتاني حاجة بالبخور، البخور يطلع من الشرية للأيقونة بتاع القديس أو الشهيد أو الرفات بتاعته ويطلع لفوق، إشارة للشفاعة، تلتقي صلواتنا مع صلواتهم أو يحملون صلواتنا، يعني بالضبط صلواتهم تحمل صلواتنا زي المايك اللي يوصل الصوت. يعني من غير المايكات صوتنا ما كانش هيوصل. فالزفة اللي هي الدورة، وده عكس عقارب الساعة لأنها فوق الزمن، بيغلب الزمن، بيبقى فوق الزمن، مجده فوق الزمن. إن أخطيت سيدنا، يمكن الزفة الوحيدة اللي هي مع عقارب الزمن اللي هي بتاعت يهوذا، العكس بقى، عشان كانت حاجة فضيحة يعني، لأنه خان المسيح وباعه. لكن القديسين بقى بنكرمهم ونقول إنهم فوق الزمن، يعني كل زمن يذكرهم، حتى في الأبدية أيضا سنذكرهم. يبقى الزفة، البخور، الحنوط والعطور. العطور تشير إلى الحب الإلهي، والحنوط برضو فيها المر والميعة والسليخة، ودي عطور، حاجة عطرية يعني، حاجة لها رائحة زكية يعني. الأطياب اللي كفن بها السيد المسيح. بالضبط، الأطياب والحنوط. فبنكرمهم بالثلاث حاجات دول: موكب النصرة، الشفاعة في الصلاة، الحب اللي عاشوا بيه لربنا وسفكوا دمهم من أجله أو قضوا حياتهم في البرية من أجله في شقوق الأرض، منسيين من العالم لكن مذكورين في ذهن الله وفي محبته. يعني سيدنا ده منظر جميل قوي، واحنا كده هوت في الزفه بتاعت الشهداء بنكون في موكب النصره. بالظبط، تشجيع يعني، اصل العالم صعب والجهاد صعب، الناس بتحس انه سهل قوي النزول، سهل قوي المنحدر، سهل قوي ان الانسان يخالف، ان الانسان يزعل ربنا، ان الانسان يخالف وصيته، سهل، خطية سهلة. لكن المرتفع بقى هو ده، عايز تشجيع، عايز الواحد يجاهد يحتمل. لما يشوف نتائج الجهاد ويشوف أمثلة حلوة، الدين مش كلام، الدين مش عبارات أو كلام نتغنى به أو نتكلم عن المثاليات فقط، لكن إحنا بنشوف في هؤلاء المثالية. محبة، أحبه أعظم حب، تضحية، دليل المحبة، الفضيلة تفوح منهم، ارتبطوا بربنا ارتباط أبدي. زي واحد داخل على الثانوية العامة مثلا عايز يجيب قرب 100%، فبيجاهد على هذا الأساس، قدامه هدف وبيشوف نتائجه بقى لما ياخد المجموع ده، يكرم ويدخل كلية هو عايزها، كلية من كليات القمة كما يسمونها، ويعيش بقى حياة يعني حلوة تشهد على جهاده واجتهاده. فالأبدية برضو الفرح، نبدأ السنة بالفرح، السعادة الأبدية، السعادة الروحية. وكمان بنخلد مبدأ جميل اتكلم عنه القديس بولس لما قال: أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقاء الشدائد المسيح في جسدي لأجل جسده الذي هو الكنيسة.
مسيح الرأس متألم وإحنا الأعضاء نتألم لكي يكون الجسد مناسب للرأس، لا يليق برأس متألمة جسد متنعم. فعشان كده الشهداء بيدونا فكرة عن أهمية الأعضاء المجاهدة المتألمة اللي في صوم وصلاة وجهاد ونصرة بتعطي حياتها من أجل السماء ومن أجل الفضيلة. فأفرح في آلامي لأجلكم بيكلم الناس، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. ما يقصدش آلام المسيح، لأن آلام المسيح مش ناقصة، لكن آلامه هو اللي المسيح عايزه يتألمها علشان يبقى كامل في آلامه فيكمل في فرحه. بالمناسبة سيدنا نيافتك ذكرت ثانوية عامة والدراسة، يمكن برضو الدراسة باستمرار في مصر وفي معظم الدول تبدأ في بداية السنة القبطية. بالضبط. والسنة الزراعية برضو، لأنها السنة الزراعية هي أضبط السنوات، يعني من ناحية السنة الزراعية الدراسية الطبيعية. طب سيدنا برضو هل في موكب النصرة دوت، أنا معلومة مش عارف نيافتك بقى صحها أو مش مظبوطة، أن المعمد في الفترة بتاعت الخمسين في الزفة بتاعت الأيقونة بتاعت القيامة بيكون موجود برضو في موقف النصرة؟ هل لأنه هو اتعمد فبيكون في موقف النصرة؟ وحتى في غير الخمسين يعني أي حد يتعمد لازم في نهاية القداس يزفوه، بس في القيامة بيزف مع المسيح القائم من بين الأموات، لأن المعمودية هي البداية، يعني مولود من فوق، مولود لحساب السماء يعني. فبنقول دي النتيجة بقى، هتمشي في موكب النصرة، بس عايزة بقى سكة جهاد الأول. سيدنا ناخد المداخلة. أستاذ أشرف من المنوفية. ألو. سلام يا أستاذ أبونا. سلام يا أستاذ سيدنا. سلام النعمة حبيبي، أقبل الأيادي يا سيدنا. أهلا وسهلا. كنت أسأل أسك يا سيدنا، دلوقتي أنا في الصيام الكبير درجة الروحانيات بتبقى كويسة ومقبولة بالنسبة لنفسي، بابا متقبلها، ولكن بعد الصيام الكبير وبالذات فترة الخمسين بنبقى في دنيا تانية خالص، الروحانيات دي بتخف يعني بنسبة 140 درجة 130 درجة. أعمل إيه عشان ما اطلعش من الجو الروحانيات اللي أنا عشته في الصيام الكبير؟ دي نقطة سيدنا. النقطة الثانية، أنا ما بحسش بالصيام وبالصلاة في الصيام الكبير زي الصيامات التانية، يعني أنا بحس أن صيام الميلاد كأني بنتظر حفلة احتفال صيام ميلاد، في سمك وفي رز وفي كلام ده كله، ما بيشجعنيش أن أنا أدخل في روحانيات الصيام الكبير. وهكذا برضو الصيامات الأخرى، يعني اللي هي شبه للصيام الصغير اللي فيه أكل السمك والحاجات اللي فيها دسم شوية. شكرا أشرف، نجاوب لك الأسئلة. معلش يا سيدنا، في حاجة كمان، أنا بابا أجي من الشغل بدخل البيت، معلش أخطيت يا سيدنا، بدخل البيت بابا جاي من بره وجاي متقبل إن أنا عايز أعرف الإنجيل أو عايز أنام، أنا وفتح الإنجيل أقفل الإنجيل وأنام، لكن الحماس اللي أنا جاي معايا ده زي أحلام اليقظة كده، يعني أنا بدل أحلام الحماس اللي أنا جاي بيه ده أدخل البيت ألاقي نفسي مشغل التلفزيون وانام بعد ما اقفل التلفزيون. يعني اختلاف جامد قوي من انا جاي متحمس ان عايز اقرا انجيل او في السنكسار او في بستان الروبان، ومتحمس جدا الاقي نفسي فتحت التلفزيون وقعدت قدامه واتشديت عليه لحد ما انام. نفس السؤال. شكرا. شكرا استاذ اشرف، نشكرك الاتصال. شكرا. الحقيقة انا بشكر اشرف لانه يعني لمس نقط في الجهاد، يعني كلمة جهاد معناها بذل جهد أو اجتهاد. يعني فالصوم الأربعين المقدس اللي هو بيسموه الصوم الكبير، والأربعين لأن المسيح صامه 40 يوم وله المجد، علمنا إزاي نصومه عشان يعيدنا إلى الصوم، عشان كده من الصام عنا. ففي هذا الصوم بيكون أكثر نسكاً وأكثر روحانية
لأن القداسات بتبقى متأخرة في مطانيات، مفيش سمك زي ما بيقول أشرف. بمعنى أنه كل ما الإنسان بيبذل جهد كل ما بيلاقي نتيجة في روحياته، وكمان يفرح في الأبدية. لكن أنا عايز أقول لأشرف حاجة مهمة، إن نتيجة الصوم الأربعين المقدس تبان في الخمسين، على قد ما الإنسان جاهد. إما أن تكون قفزة وينزل، أي قفزة مهما علت لازم ينزل، الجامبينج لازم هينزل، لكن اللي طالع سلم هيبقى مستقر كده، بنخشى القفزات. من ذلك مفروض الصوم الأربعين المقدس ما يبقاش مجرد قفزة، تدرج. تدرج وطلوع سلم، بحيث الإنسان يقدر يستفيد، مش هينزل بقى إلا إذا نزل بإرادته يعني، لكن الجامبينج غصب عنه لازم هينزل. دي أول نقطة. فنتيجة جهاد الإنسان في الصوم الأربعين المقدس تبان في الخمسين المقدس، جاهد قانونياً وجاهد صح بطريقة سليمة، فرحان. لا يفرح إلا من جاهد جهاداً حقيقياً روحياً مقدساً. دي أول نقطة. بيقول في الصيامات التانية بقى اللي فيها سمك، يعني ما بتفرقش كتير لأنه في بروتين حيواني يعني. برضو نفس الحكاية، إذا كان الإنسان مخلص في صومه وبيقلل طعامه وبيحاول يجاهد فعلا في أنه يبذل جهد مع مطنيات، مجرد أنه يربط المسألة بالأكل دي بتفسد الجهاد الروحي، لكن لما يربطها بالصلاة والصدقة والحياة الروحية دي مهمة جدا. أما عن الإنجيل ورغبته في أنه هو جاي من العمل يقرأ الكتاب المقدس ويصلي وينام وهو في معية ربنا، دي طموحات أو آمال لازم تتحول إلى برنامج، برنامج يتعود عليه وينفذه يتحقق، مش مجرد أمنية أو مجرد فكرة. دايما البروجرامينج الواحد لما يتبرمج يمشي صح، يبقى سهل زي ما بنبرمج كده أي حاجة في الكمبيوتر يعني، بتبقى كمبيوترايزد يعني خلاص متبرمجة. فهو مش مجرد أمنية أو مجرد رغبة، لكن لازم تتحول إلى برنامج إلى عمل، تبقى عادة. فأتمنى الأشرف إن شاء الله أنه يحولها إلى برنامج مع أب اعترافه، يعرف إمتى يصلي إمتى يقرأ الإنجيل. وأنا نصيحتي إن الإنسان أول ما يوصل يصلي قبل ما ينشغل بأي حاجة على طول، ويقرأ الإنجيل ويأكل لقمة، وما فيش مانع يتابع بعض الأخبار، ما مش حرام يعني. الوطنية والارتباط بالوطن مش غلط، لا طبعا، لكن نهتم بالأخبار وننسى الصلاة والكتاب المقدس، هو ده الديفكت يعني، ده العيب اللي ممكن يحصل يعني. شكرا يا سيد، ربنا يخليك. مداخلة تانية، الناس ما بتصدق سيدنا في مدام منى، ناخد بركتها من القاهرة. ألو، مساء الخير يا بونو. مساء النور سيد الكل، أهلا وسهلا. مساء الخير يا سيدنا، أقبل الأيادي. أهلا بحضرتك أبونا. دلوقتي أنا عايشة زي الأموات، لأن أنا متجربة ببنتي عندها 24 سنة وراحت عند المسيح بعد ما اتجوزت بشهرين، وانا دلوقتي قربت تكمل سنتين وانا على نفس الحاله من الحزن والبكاء المستمر في البيت وفي الشارع وفي العمل وفي كل حته، ورغم اني مواظبه على الكنيسه والصلاه والتناول والانجيل، لكن انا كل يوم وكل ساعه بقول لربنا ليه يا رب، لان دي وحدتي، ازاي توصلني التعزيه اللي بتخلي تخفف عني الحزن شويه، لان انا مش قادره اواصل الحياه من غير بنتي. ممكن اسال حضرتك سبب الوفاه كان ايه؟ سبب الوفاه انها كانت راجعه من السفر مع جوزها والعربيه اتقلبت بيهم وهي بس اللي مشيت.
بعد ربع ساعة ولا نص ساعة حادث. وجوزها ما فيهوش حاجة خالص وكل حاجتها موجودة وجهازها وحاجتها وكل حاجة، وكانت إنسانة مثالية وزي الملائكة وبتصوم وبتصلي وبتروح المناكب، وكانت زي الملائكة يا ابونا، وأنا مرتبطة بيها ارتباط كانت روحي، ودلوقتي أنا مش عارفة أعيش من غيرها. احنا مقدرين مقدرين مشاعرك، لكن عايز اقول لحضرتك حاجتين بس تفكري فيهم. يعني الحاجة الاولانية، ربنا بيخلينا في الارض علشان نوفي الاختبارات اللازمة عشان ننجح فنروح الابدية السعيدة. فلما ربنا يختصر على الانسان فترة اختباره ويعني يقول له انت خلاص امتحنت ونجحت فتعال خد المكافأة بقى، يبدأ الأبدية السعيدة في الفردوس. نزعل ليه؟ يعني اسمه فردوس الفرح. يا أبونا مش عارفة أعيش من غيرها. أما أنا أقول لحضرتك يعني دي أول نقطة، إنك تفكري إن ربنا أحسن إليها، يقول ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي، أنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الذلل. فدي مكافأة، يعني دي أول نقطة. النقطة الثانية اللي حضرتك تفكري فيها، إن معية أحبائنا مش بإن احنا نشوفهم بعينينا. ممكن حد يكون مهاجر مثلا في بلد وما تشوفهوش، لكن مرتبطة بيه، حس بيه، هو حاسس بيكي، ما فيش الانفصال أو البعد يعني. وأنا بأؤكد لحضرتك إنها حاسة بيكي وبتصلي لك، وإذا كنت عايزة فعلا تحس بيها صلي باستمرار، وحولي الحزن إلى تعزية بالصلاة فهتحس بيها، وأنا واثق إنها هتعزيكي ببعض حاجات أو رسائل روحية تبعتها لك. ربنا يعزيك. أنا الحزن الشديد ده يعتبر نوع من التذمر؟ يعني كأني بتناول بدون استحقاق؟ لا أبدا، هو ربنا بيقدر الضعف البشري، بس هو عايز مزيد من الإيمان شوية. إحنا غرباء على الأرض بنعيش حياة غربة، فعايزين نآمن إيمان يرفعنا فوق المستوى الضعف ده، لكن ربنا بيقدر ضعفنا. ربنا يسندك ويعزيك. صلي من أجلي يا بونا. ربنا يحافظ عليك يا ماما. شكرا أوي يا بونا. العفو. تعزيات السماء. أيوه. شيء صعب. فكنا سيدنا سمعت التأمل في حاجة زي كده، الموضوع بتاع مدام منى. كان حد قال لي كتأمل لما الناس بتمشي بدري، يعني كأننا في جامعة، جامعة ديت في كلية 4 سنين. ففي زمايل من أولى والتانية والتالتة مع مرتبطين بزميلهم من سنة رابعة. زميلهم دوت خلاص سنة رابعة وهي متفوق وهيتخرج، فزميله من محبتهم فيه مش عايزينه يسيب الكلية، وإزاي هيبقوا في الكلية من غيره، جريوا على العميد قالوا نبوس إيدك نبوس رجلك، فلان دوت سقطه لنا، مش عايزينه ينجح، مش هينفع ينجح، لأن لو نجح يتخرج. فقال لهم إزاي أكون إنسان ظالم؟ فما بال الله، الله ليس بالظالم. ففلانة ديت مثل جميل، مثل بيوري ان الانتقال مش حاجه وحشه، لكن دي مكافاه تخرج. محبتنا ليه او ليها يبقى احنا نفرح له المتخرج. بالظبط بالظبط. ربنا يعزيها الام طبعا، يفضل تصلي لها، مشاعرها بتبقى يعني صعبه شويه انها بنتها تنتقل في حياتها يعني. لكن هو ربنا معين يوم معين لكل انسان سيغادر هذه الأرض في أحسن حالاته وأحسن الفرص اللي بينتقل فيها. عظيم رحمته. طب سيدنا نرجع تاني لعيدنا الروز، وآخر سؤال عندي أنا يعني فضل. اللي هو البلح والجوافة وارتباطهم بعيد النيروز، نيافتك تذكرنا. هي البلح اللون الأحمر إشارة للدم، والقلب الأبيض إشارة للنقاء، والنوايا أو النقاية زي ما أيه بيسموها في الأرياف بتكون جامدة إشارة للإيمان القوي. أيه. والجوافة شكل القلب وأبيض، بس البذر بتاعها برضو جامد قوي، برضو إشارة للقلب المؤمن إيمان قوي.
فهو موسم طبعا البلح والجوافة، بنفتكر بيهم الشهداء، دمهم اللي سال وقلبهم النقي وإيمانهم القوي، زي ما الترنيمة كانت بتقول بتاعت الأطفال الحلوة، أي بلح لونك أحمر زي بالظبط. طب سيدنا ده كده هو بالنسبة لعيد النيروز، نرجع بقى لسر مسحة المرضى. اتفضل. كان في الصلوة الأخيرة أو الصلوة من الطلبة الأخيرة، الطلبة من الصلاة الثانية، كانت آخر حاجة. قبل ما نشوف الطلبة نفسها، الطلبة بتقال بلحن ولا بتقرأ طلبة اللي هي في نهاية كل صلوة؟ هو يعني لها لحن خفيف، اللحن العادي الدمج يعني، يبقى بنغمة جميلة مؤثرة، لأن الموسيقى لها تأثير يعني لا شك. بس زي ما نيفتك قلت، لازم يكون الكلمة مخارج الألفاظ واضحة وبتتقال من القلب بالظبط علشان توصل الصلوة، عشان توصل الأحاسيس للي بيسمع. مظبوط، أحاسيس من يصلي تصل إلى من يسمع، يعني بيطلع من القلب بيوصل للقلب. بالظبط بالظبط. طيب سيدنا، ممكن ناخد فاصل ونرجع بقى نشوف بالتفاصيل، ناخد بركة الطلبة بتاعت الصلوة الثانية. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل.